السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم وعيدكم مبارك سعيد. هذا الفيديو هذا طلب لواحد السيدة اللي تواصلت معايا وبغت مساعدة، بغت تمشي من بروكسل لأكادير. دونك سي، هذا الفيديو هذا راه موجه ليك، ولكني بالمناسبة كنغتنم الفرصة وكنقول لجميع المغاربة أو لأي واحد جزائري تونسي كيف ما بغى يكون الجنسية ديالو، يعني محتاج شي مساعدة على البي دافيون لأي بلاصة وهذا، يصيفط لي يتواصل معايا، يصيفط لي غير المعلومات ديالو وهذا، وماشي مشكل نساعدوه في سبيل الله. دونك اختي، هاد الفيديو هذا ليك، غادا تمشي لو سيت ديال لا غايانيغ، لحقاش لي زوطخ سيت لي زوطخ كومباني غاليين هاد الساعة، هذا هو الوحيد دابا اللي رخيص. غادي ديري لونسي لا غوشيرش، هنا ملي كديري لونسي لا غوشيرش دوفيس الا كنتي ساكنه في بلجيكا كيخرج لك بريكسل زافنتان. دونك غتبركي عليها وغادا تمشي لهنايا سيزي اون فيل، وغادا ديري بروكسل وتهبطي لتحت وديري هاد الاولانيه هادي بروكسل تو لي زايغوبور، وتجي للثانيه وتاخدي اكادير. ابخي تجي هنايا لا دات ديال لو فواياج، غادا ديري لو 3 مثلا كيف ما طلبتي مني، والروتور لو 28 كيف ما طلبتي مني، وتجي الباساجي وتبركي على البلوس باش يوليو عندك جوج تاع لي باساجي، وديري ابليكي وديري ريشيرش. من بعد ما ديري ريشيرش كتخرج لنا الريزولتا. الوغ ملي كتخرج لنا الريزولتا كنزيدو، ماشي بالضروره اننا ناخذ هذا تاع 84، يعني نزيدو شويه لقدام بهاد لا فلاش اللي هنايا كيف ما كتشوفي معايا. كاين مثلا لو 7 غير ب 37 ديال الاورو، ولو 8 35. المهم انا الى نصيحه من عندي، تصبري 4 ايام ولا هذا وتاخذي هذا تاع لو 7. اون فوا تاخذي هذا تاع لو 7 غادي تجي لهنا، منين يولي هاد لو 7 هذا بالصفر غتجي لهنا فين كيبان لك هذا دابا كنتحرك هنا، غادا تبركي عليها باش يطلع لك هاد الطابلو هذا. اون فوا يطلع لك هاد الطابلو هذا، انا كنصحك تاخذي هاد التروازيام هذا ديال 69 اورو، يعني 70 اورو. علاش هذا كنصحك به؟ حيت هذا فيه باجاج ديال باجاج ما يعني صغير، عندك الحق انك تريزيرفي لو سياج، وعندك الحق في باجاج ديال 20 كيلو، وعاد عندك لونغوجيسترومون غراتويت على الايروبور، يعني ما تحتاجيش ديري لونغوجيسترومون وتخرجي البيي وهذا، يعني تمشي حتى للمطار ساعه قبل ولا هذا وتعطيهم غير الباسبور ديالك ولونغوجيسترومون كدار تما كاينه سور بلاس. فوالا. دونك انا كنصحك غير بهذا، هذا فهمتي اقتصادي 70 اورو مزيان. كتاخذي هذا ومن بعد ديري كونتيني، تبعي معايا مزيان الخطوات الله يخليك. دونك كيف ما كنشوفوا الفول ديال الالي، الفول ديال الالي كيتقام عليك غير ب 140 ديال الاورو نتوما جوج تاع الناس، يعني 70 اورو الواحد، هذا غير الالي داكوغ. الروتور كيف ما كتشوفي معايا في لو 28 داير ب 34، حنا نزيدو لو 29 وكاين لو بروميي. الا كان بالاستطاعه ديالكم انكم ترجعوا حتى لو بروميي، انا كنصحك تاخذي لو بروميي. من بعد غادا ديري نفس الطريقه، غتجي غتبركي هنايا ديري بحال هكا، اون فوا ديري هكا عاوتاني نفس الطريقه غادي نشوفو واللي غادي ننصحك بها عاوتاني، وهي انك غتاخذي هذا ديال 55 ديال الاورو. علاش؟ حيت فيه باجاج ديال 20 كيلو داكوغ. ردي معايا البال، راه ملي كنقول لك عندك باجاج ديال 20 كيلو يعني ما عندكش باجاج ديال 10 كيلو داكوغ. الباجاج ديال 10 كيلو كاين في هاد الاولانيه هادي، ان باجاج اون كابين ديال 46 اورو هي اللي فيها 10 كيلو ولكن ما فيهاش 20 كيلو. داكشي علاش كناخذ لك هادي، كنصحك بهادي ديال 55 اورو. علاش؟ حيت فيها باجاج ديال 20 كيلو ولكن راه ما فيهاش ديال 10 كيلو. كنعاود ناكد على هاد القضيه هادي، الله يخليك ردي معايا البال، كناكد لك على هاد القضيه هادي. بون، اون فوا اختارنا هاد التاليه ديال 55 اورو، غادي ندير
كونتينيو. ملي كندير كونتينيو كيخرج لي المونطون ديال 251 الاورو الي او روتور بالنسبه لجوج ديال الناس. يعني هاد الثمن هذا جد 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 مناسب. صافي اون فوا كيخرج لي هكا دونك عندك ديبار لو 7 روتور لو بروميي كديري كونتينيو صافي ودخلي المعلومات ديالك وهذا وتخلصي. الا كنتي مثلا عندك ان كونت راه كتبركي على سو كونيكتي بغيتي ديري ان كونت ديري سانسكريغ بغيتي ما ديري والو غتبركي على هادي ها هي كونتينيو سون سو كونيكتي. صافي هنايا غادا تدخلي واش مدام ولا مسيو سميه هنايا السميه والكنيه وبالنسبه للشخص الثاني عاوتاني مدام ولا مسيو هنايا السميه والكنيه وصافي كديري كونتينيو ومن بعد كدوزي للمود ديال البيمون وهادشي اللي كاين. كنتمنى ان هاد الفيديو هذا يكون مبسط مزيان وتكوني فهمتيه وكنتمنى انك تريزيرفي لحقاش النصيحه اللي نقدر نعطيك هو انك ما تسنايش. يعني اون فوا تشوف هذا الفيديو هذا انا غنصيفط لك ميساج باش نقول لك فوالا راه درت فيديو على قبلك باش تدخلي تشوفيه تبعي الطريقه حتى الاخر وريزيرفي اليوم ما تسنايش لحقاش لي فول وهاد البلايص دغيا كيطيروا. يعني هاد الفيديو اللي درت لك من هنا ساعه ولا يقدر ما يبقاش هاد الاثمنه هادو. كنتمنى ان الفيديو يكون في المستوى وتكوني فهمتي مزيان ويكون الشرح كان مبسط مزيان وتبارك الله عليك والسلام عليكم كاملين الاخوان. تبارك الله عليكم.